استقرت أسعار الحديد المحلية مساء تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وسجل سعر حديد المصريين 9950 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز نحو 9900 جنيه، وسجل سعر حديد العتال 9950 جنيه للطن، وحديد عطية 9900 جنيه، وسجل سعر السويس للصلب 9450 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 10000 جنيه، وحديد المراكبة 9800 جنيه للطن. أما حديد سرحان فسجل 9900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9800 جنيه للطن. وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 11500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر نحو 10000 جنيه.